وصرخات الأحرار تلوي واعدة دماء الشهداء كريما بطلنا الغالي محرر الميدان الشهيد رضا أبو حميد. فالكل قد أقسم وعاهد نفسه وعاهد أم الشهيد وعاهد كفنه بالعودة للميدان صارخا هيهات منا الذلة الشهيد السيد أحمد شمس وبلدة الشهيد السيد حميد المحفوظ. وكما عاهدت دماء الشهداء سابقا بعدم الركوع لهذا النظام الجائر ها هي تعاهد مجددا هذا الوطن الغالي بأن تقدم شبابها وحرائرها قربانا في يوم الزحف للميدان مقسمة بأنها لن تقبل بأي إصلاح سطحي يقام على حساب دماء الشهداء لتكفير وأكمال وأخضاع عزيمة هذا الشعب ولن تقبل بغير رحيل كل الطواغيت الذين سجنوا وعذبوا وشردوا وقتلوا أبناء شعبنا